بسم الله الرحمن الرحيم. لاراش اون فو كما كنرصدوا لكم دائما ساعه الاغلاق ديال المحلات. اليوم كنتواجدوا بالحي ديال شارع جنان باشا مع رئيس جمعيه الوفاق ديال لسان بلو خطيب السي عبد الرزاق والاخوه اللي معاه. كان منا كنتناقشوا مع الاخوان ديال التجار المشاكل اللي عندكم ان شاء الله. السي عبد الرزاق عطينا بدا اول حاجه، واش نتوما مصارين من التوقيت اللي عندكم؟ احنا كتجار ديال شارع بنو خطيب، انا رئيس ديال شارع بنو خطيب ديال جمعيه الوفاق. حنا الحمد لله دابا حنا كنلتزموا بالقرارات اللي كيعطينا السلطه، ولا كيعطينا العماله، ولا كتعطيها السلطه كامله، ولا كتعطيها حتى الحكومه، حنا كنلتزموا بها. ولكن ما بعد هذا السدان الناس راهم مضرورين، هادشي كلام السيد الرئيس. الناس هما دابا مضرورين، والناس عندهم الشيكات، والناس عندهم الشيكات، والناس عندهم واحد الضرر اللي هو مهم. انا كنشوفوا هاد الحكومه ما عطاتش كاع هذا القطاع، ما عطات فيه حتى شي نتيجه. لا عين من التطوع، عين من نقولوا اللي مدير حنا الناس الضرار، كنا شي عند الكراوات اللي كانوا 5000 درهم اللي راجع له 20 مليون ديال الكريدي، هذه عليه ديال المسائل ديال الضرار. إن شفنا الحكومه ما عطاتش كاع الاتجاه ديال هذا القطاع ديال هذا. إن سادنا حنا كنلتزموا بداك الشيء اللي كيقولوا لنا، ولكن هما ما كيردوش لينا البال كاع، ما كيعترفوش بنا كاع مرة القطاع هذا. لا من الإنارة ولا من هذا الشارع هذا، انت كتشوف ما فيه لا دولة والو. وعينا ما نحطوا في الالتزام هذا، عينا ما نحطوا في الالتزام ديال هذا الشيء هذا، بأن باش يوافقوا لنا على هذا الشيء. راهي عندنا باشا وعندنا العمالة وحطينا في البلدية، وما كننتظرنا حتى شي حاجة اللي هي غادا تشغلنا. والإخوان كاملين راهم مضرورين. على كل حال كنحترموا داكشي ديال الحكومه، وكنحترموا القرارات اللي عطاتنا، وكنحترموا القرارات اللي عطاتنا السلطه، ومتبقينا بكل 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 جديه. غير هما اللي ما حسب الحكومه اللي هادشي القرار اللي دارت، لان هاد الناس اللي هما مساكن متضررين، لان ما عطاتش اتجاه لهذا القطاع هذا. ان هذا القطاع هذا دنساتو خطره واحده، ما عمرنا نتكلموا عليه لا في البرلمان ولا في مجلس المستشارين ولا في هذا، لا ما عمرنا متبعين معاهم، ما عمر شي واحد هضر على هذا القطاع هذا. ان هذا القطاع هذا مضرور، والناس ديالهم مضرورين، وكل اللي كاري ب 5000 درهم، وكل اللي كاري ب 6000 درهم، وكل اللي عنده مشاكل، وكل اللي رجعوا ليه الشيكات، وكل اللي عنده طريطات. كنقولوا هما داروا هذا الشيء ديال الشيكات، راهما داروا عليه في الماليه 1.5%، ولكن هذا الشيء ديال الطريطات اللي عندهم، اللي البنكه كتواجد بان 130 درهم الطريطه، داكشي اللي رجعوا لهم ما داروش كاع مراجعات. والناس هنا مضرورين، لان حنا ملتزمين بالقانون. اللي داروا لنا السلطه او العماله او الحكومه او جميع المسؤول على هذا الشيء، حنا ملتزمين به ومازال غنلتزموا به. ولكن خاصهم يردوا البال لهاد الناس، خاصهم يردوا البال لهاد القطاع، خاصهم يعترفوا بهاد، خاصهم يديروا واحد الاحصائيات يعرفوا الناس هي مضروره. ان الناس راه كاين اللي دابا عليه عام ديال الكرا، لا من الدار ولا من ما كان. اول حاجه ما كنستافدوش من الاغطيه الصحيه، ما كنستافدوش منها. ثانيا ما كان حتى حاجه ما كنستافدوا منها حنايا، لا من دعم ولا من حتى شي حاجه. هذا هو اللي كان هذا. والناس راه ما كيقولوا بان كلهم الناس، انا كنوبوا عليهم انا كرئيس ديال هذا الشارع بنو خطيب، لان الناس اللي راهم مضرورين كلهم كيتضروا كيتشكوا. عندنا مشاكل ديال هاد الاناره، هي كتشوفها ما كايناش جهه المدرسه، هي وحطينا على الطالب اول مره والثانيه والثالثه، وراهم هي عندهم في العماله والبلديه وفي عبد الباشا، وما عطاونا حتى شي حاجه. هذاك الزبل هذاك حنا دائما كيتحط تما، دائما الزبل كيتحط تمايا. هاد الشيء هاد الناس هنا، هاد الشارع هذا حنا صوفنا هاد الشيء هذا، بغينا نزوقوه، بغينا نديروا عليه هاد، حنا جبنا الرسام نجيو من مالنا الخاص، وبغينا نعدلوا هاد الشيء هذا، ولكن ما كاينش اهتمام من المسؤولين هنايا، ما كاينش اهتمام. وما كاينش، وكيدوزو علينا المطر من هنايا، وكيدوزو علينا الطاكسيات، لان واحد الحاله هذا الشارع راه كلشي كيتسارى فيه، لا وليداتنا ولا وليداتهم ولا اي واحد كيدخل هنايا. ولكن راه ما فيه ما يتشاف، راه الا ما راه ملي كيتفضوا ديال المحلات كيولي ظلمه، اصلا كيولي ظلمه، انت كتشوف. وشكرا. كاينين الناس كارين، اغلبيه الناس كارين، كل شاري الساروت وكاري، كل شاري الساروت بواحد الثمن وكاري بواحد الثمن. كاين الناس باغا انا 5000 درهم ديال الكرا، ولا يوجد دابا ما كيوفروش لهم هذا الشيء هذا. كاين مشاكل قلنا على حسب الشيكات، وكما قلنا الناس عندنا الشيكات، راه قلنا راهم داروا ديك 1.5% ديال الغرامه، ولكن الناس اللي عندها الطريطات، والناس اللي عندها المسائل، الناس مهدة بالحبس هنايا.
كاين الناس اللي مهدده بالحبس، وكاين الناس اللي مهدده بالافلاس كاع خطره واحده، بقى يمشي للحبس ما غيخدمش. وهذا الشيء اللي كان هو هذا، شكرا على الاخوان ديال شارع جنان باشا، شكرا لجمعيه الوفاق ديال شارع ابن الخطيب، وكنتمناو ان الاناره كما قال الاخ الاناره ضعيفه في الشارع هذا، وقضيه ديال الازبال، مع الازبال كاين كيتراكم بزاف، الازبال اللي كاين في الصوره، كنتمناو هذه الرساله توصل للمسؤولين.